مبطلات الصيام أواد أنه أشام بنا جنة. الصيام أشام ده هو التعبد لله تعالى على رأبت بالإمساك روتن عن المف عن الطعام كنبوة والشراب كنزاء والجماع جماعة من طلوع الفجر الصادق فجر كم تنسدا إلى غروب الشمس كان قال يكون روتو تصر. والواجب على المسلم أود كلام مسلم واجب سنة حفظ صيامه أشام زان زلور من المبتلات أود أشام بنا جنة وهي شماء الأكل كنبوة والشرب كنزاء وما أو في معناهما ما ننزل دانا ثم صور كم يروتو مما أودن يغذي البدن تيرو دونتين تيرو كمبوشين والإبرة المغذية اليولى رونا كم كمبورة والجنمة أي ثم صور كم يروتو وحقن الدم ونقله أي ثم صور شنب النجن الجماع وإنزال المني جماع المني ذبت ثم صور شنب النجن بمباشرة لتنكل أو استمناع أو استمناء كم تندر بكذا نطفة تندر تلوين كل عشان بنجين ونحو يا ولد سمدنا سمسو نقدر كم روتونا. أما الاحتلام أما شكنا شند فليس مفطرا بالإجماع إجماع معلومة كم كنشن سر تندر تلوين يا تندر نطفة بسنا صرو عشان زبنا جنبا ومثل أري ما المذي مذي عشان بنا جنبا على الراجح منا يشما زلة تعلم التقيؤ عمدا كم النار فيت في جاه في تلا شما كل الوقت في جاء عشان تبنى جن أما إن غلبه القي في ترشا رنز في نما فصيامه صحيح عشان ذلك الكلمة لقوله صلى الله عليه وسلم يعني من ذرعه القيء كم في تيشا رنجا فليس عليه قضاء كلان سرنبا ومن استقاء عمدا كم ند يلوكترا في ترمز في جاء فليقضي عشان دا سرنبونا الحجامة ومثلها التبرع بالدم أريما بيسن كست أريما بوك كامو كنجوسو سمسو ومن احتاج إلى التبرع نهارا فليفطر كم بوك كامرو يو نياجا كوصولا نياجا أشام دو كولز وليقضي يوما مكانه داي ويا أشام داي سرم بفل ومما أردنا يبتل الصوم إجماعا سمنو مالماي سمسو اتفاق سرنا أشام بنجين دم الحيد بو حيداي أو النفاس أو بنبون ديوي في أي لحظة لقطين دو كده من النهار كوصلا كوصل لقطين دو كده عشان دو بابا نزنا على ما نكن لقطين نو المغرب درو من تفل سكن ميوغب سرون عشان بو كما يواجم دو چرو أو نديو سريا با كوا خلاص عشان دو شمار بنتنا حتى ولو كان خروجه قبل المغرب بدقيقة حتى ما لو لقط ميرويرو من تفل قبسيه لن دون نبود تلوها تلو ما أبا شمس بنتنا من فعل شيئا من المفطرات جاهلا بالحكم كم أورنا شمس بنتين قلتنا ما هذا سديا هم الجاهل تمالا سديا أو ناسيا له شنج استمالا سديا أو مكرها أو شمبتو دونولا شمبتو أو شمار سديا فصيامه صحيح عشان ذلك الكلمة إلا أن الحيض والنفاس سيدي حيضا نندي وارد فإنه شيء مبتل على كل حال حلفزا سلالة بنجين إن الصيام له فروض وحدود عشان رفر اللام بي كلنجا يازم بي يجب حفظها نزول ينزو شواجب سنة والله تعالى يقول في نهاية آية الصيام آية دي أشم دي آية أشم يدر رمزول نقول جن تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أرك لنجا ياكما يوري شافر نو كونوي أدي ما كمان دي ننجر آيان ذا في اللذين آيان ذا بي أمسر بيين زين على ردك دكتر أنا نكرو أنا نكدرو دين أنقل جناته لا بقول كتير هذا مقارنة سرت التدالان دي سما صروسا والحمد لله رب العالمين.